أسبوع أو أقل ما بين زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى العراق وختام زيارة نظيره الأمريكي، زيارتان لنفس الهدف يتمثل بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من ثروات ومقدرات العراق. تسعى طهران عبر زيارة وزير خارجيتها إلى العراق لرفع مستوى صادراتها من الغاز والكهرباء لتصل إلى 40 مليار دولار بدلاً من 12 مليار دولار سنوياً، وهذه المرة تود طهران بناء شركات إيرانية لتوليد الطاقة واستثمار الغاز العراقي داخل العراق. وفي مواجهة اتساع النفوذ الإيراني تكثف واشنطن جهودها للدفع باتجاه استقلال العراق بمجال الطاقة، فبدلاً من شراء الغاز الإيراني بضعف سعره في الأسواق العالمية تتجه الشركات الأمريكية لاستثمار الغاز العراقي المحترق والذي يهدر مئات الملايين من الدولارات، والتي يرى الرئيس ترامب أنه أحق بها بحسب The Economist. يرى التقرير البريطاني الذي نشرته الصحيفة أن إدارة ترامب تستغل عقوباتها ضد طهران لابتزاز العراق، مشيرا إلى أن الإعفاء الأمريكي الذي منح لبغداد لتسديد ديون طهران كان مقابل ثمن باهظ تمثل بعقود وقعت خلال زيارة وزير الطاقة الأمريكي إلى بغداد في كانون الثاني الماضي. العقود الأمريكية التي حصل العراق مقابلها على إعفاء مؤقت من العقوبات على طهران أبرمت مع شركة جنرال إلكتريك بغداد ذلك العقد لترقية شبكة الكهرباء العراقية، إضافة إلى عقود نفطية وقعت باستثناءات مريحة مع شركتي شيفرون وإكسون موبيل. كما وقعت شركات أمريكية صفقات لتزويد العراق بالصادرات الهامة التي كان يستوردها من إيران. رغم المكاسب المتواصلة التي تحصدها إدارة البيت الأبيض من بغداد، إلا أنها ترتبط بطريقة أو بأخرى باستقرار الأوضاع في البلاد، فواشنطن تعلم جيداً أن عقودها في خطر طالما استمر اعتماد العراق على إيران في الغذاء والسلطة بحسب ما جاء في التقرير البريطاني لصحيفة The Economist.